فيما يخص موضوع المختانين في عموم محافظة نينوى، صوت مجلس المحافظة في جلسته المنعقدة الأخيرة 18 على تشكيل لجنة مختصة في شؤون المختارين تعمل على إصدار تدقيق ملفات المختارين المتقدمين للترشيح لشغل هذه المناصب والتدقيق في أسمائهم، ومن ثم إصدار أوامر إدارية بل إعاز إلى محافظ نينوى لإصدار هذه الأوامر، ومن ثم المباشرة بأعمالهم. جاء هذا القرار أخيرا في بعد المناقشة فيما بين أعضاء مجلس المحافظة، وبالتالي سيترأس اللجنة رئيس شؤون لجنة الأغذية والنواحي بصفته المسؤول عن هذه الملفات، ونحن بدورنا سنطلق أسماء هؤلاء المختارين في عموم محافظة نينوى بعد تدقيق أسمائهم، وبالتالي يكون مجلس محافظة نينوى المختص في هذا الأمر حصرا، ولكن الأمور الإدارية تقدم طبعا إلى شؤون المختارين والمواطنين في ديوان محافظة نينوى لإجراء التدقيقات الأمنية وأيضا الورقية على ملفات المختارين المتقدمين، وبالتالي سننهي موضوع المختارين في عموم محافظة نينوى للقرى والأرياف والنواحي والأغذية وكافة الأحياء في مدينة الموصل لغلق هذا الملف الذي استمر المداولة فيه لمدة 8 أشهر، وأيضا يصدر السيد المحافظ الأمر الإداري الذي يختص أيضا بصرف مكافأة مالية قدرها 250,000 دينار، وبالتالي ستكتمل هذه الحلقة الإدارية في السلسلة الإدارية الموجودة في النظام الإداري لمحافظة نينوى ليمارس المختار شؤونه بعد انقطاع دام لمدة طويلة. الشروط هي معروفة، والمختارين هو يخضع لقانون المختارين الحقيقة المصوت عليه في مجلس النواب، والتي فقراته معروفة ومعلومة لدى كافة الوحدات الإدارية وأيضا المختارين.